ما في الترندنج لليوم، فأثار مقطع فيديو لشاب من البدون بناشد فيه السلطات إعادة بقالته اللي تم مصادرتها، ولاقى الفيديو تعاطف كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الحكي في الكويت. قال الشاب في الفيديو إنه كل ما يريد هو إعادة مصدر رزقه والسماح له بالبيع ليؤمن لقمة العيش لأهله، أسوة بآخرين من جنسيات أخرى أعيدت لهم بقالاتهم بعد تدخل كافلهم الكويتي. نشوف مقطع من الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله، بيض الله وجيكم، ولي ما قصر، ولي دق، ولي بزعلي، ولي سأل عني، بيض الله وجيكم. أنا راعي البقالة اللي شالوها أمس البلدية، اللي خذوا حلالي وخذوا بقالتي، صادرة مني بضاعتي وصادرة مني البقالة. أنا أبي واحد شريف، واحد يبزعلي، واحد كفو، أبيه يبزعلي ويطلع لي البقالة مثل الوافد المصري. كفيلة كويتي عنده واسطة وطلع البقالة بنفس اليوم 24 ساعة وبقالة طالعة، وكذلك في وافد سوداني هم كان وراي طلع البقالة هم ب 24 ساعة. أنا البقالة صار لها يومين بالحجز وفيها حلالي، وكل حلالي خرب وكل شيء خرب، والحلال أنا حرمة متصدقة لي بالبقالة، والغراب أنا ماخذهن دينهن يعني على التصريف، ماخذهن على التصريف، والناس الحين تبي فلوس، يعني ناس مطلوب ومديون، أبي فلوس، من وين راح أجيب فلوس؟ ما أبي أبوك ولا أبي مخدرات ولا أصير أغسل أموال، أنا رجال أبي البقالة حقتي ترد لي بس. أنا أبي واحد نشمي وواحد شريف يطلع لي البقالة، يجي يتكلم بالموضوع البقالة من أعضاء مجلس الأمة. وتفاعل الشعب الكويتي والعربي عموما مع هذا الفيديو المنشور تحت هاشتاغ أبي بقالتي تاليا بعد التعليقات.